صحيح، ربما هاد الندوة هي جزء من الجواب. الترافع على القضايا الوطنية يفرض علينا كمحامين ومحاميات أن نكون منخرطين في مواكبة الدينامية التي تعرفها الساحة الوطنية والساحة الدولية بخصوص القرارات التي تصدر والقرارات التي تكون بصدد الإصدار. ربما أنا كمحامي كنلاحظ بأنه كاين نوع من لا أقول نوع من التقصير، ولكن كاين نوع من عدم الانشغال وعدم الاهتمام بمثل هذه القرارات على المستوى الدولي. وبالتالي احنا المحامين كنظن بأنه محامون المغاربة وهيئة محامين بالرباط هي ملزمة بتنمية الوعي والإحساس بالانتماء للوطن، وأن انتماء الوطن هو الأساس إحدى تعابيره أن يكون منشغلا بقضايا. والمحامين والمحاميات كنعتبروا بأنه هذا القرار بالصيغة والحيتيات والخلفيات التي صدر بها كأنها جعلتنا أمام مسؤولية اللي هي مفروض أن تكون ضمن مسؤولياتنا بحكم تكويننا بطبيعة مهامنا. نحن في احتكاك وتماسين يومي مع العدالة، مع الأحكام القضائية، مع القرارات الأحكام القضائية، مع القاعدة القانونية، مع المواثيق الدولية، مع مفهوم المحاكمة العادلة، مع قواعد الإنصاف. واعتبر بأنه هذه التجربة وهذه المقومات تجعلنا قادرين وقادرات على أن نؤسس لثقافة مهنية جديدة تواكب كل المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية. نلاحظ بأنه مجهودات كبيرة تبذل على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي. أعتقد بأن أيضا نحن من مسؤوليتنا كمحامين ومحاميات أن ننخرط ونندمج في هذه الحيوية وفي هذه الدينامية. أظن هو نفس السياق ونفس المنطق ونفس الخيط النظم. جمعية هيئات المحامين بالمغرب لها نفس التعبير ونفس الموقف. أولا الاجتماع غادي يكون إن شاء الله غدا الجمعة بمدينة العيون، هو رسالة رمزية بأن عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الوطنية، عندما يتعلق الأمر بقرارات تشوش على قضايانا الأساسية، وأنا هنا أقول أشوش وأنا كنستحضر التعبير الذكي للسيد وزير الخارجية عندما اعتبر بأن القرار لا أثر له وأنه بمثابة ضربة السيف في الماء. هو تعبير جميل جدا، ولكن حتى هذا الأثر وحتى هذا التشويش الضئيل يتعين أن نواجهه حتى لا يكون لضربة السيف في الماء صدن. احنا غنكونوا في العيون، الهدف هو هذا، أننا نعبر كجميع هيئات المغرب 17 هيئة بنقبائها لنعبر عن كوننا منخرطون في كل القضايا المرتبطة بالشأن الوطني وبما فيها القرار الصادر عن هذه المحكمة. كاين صخب وكاين زخم وكاين عمل قاعدي موضوعي لتحصين الجبهة الداخلية حتى تواكب الإنجازات اللي كيحققها المغرب على المستوى الدولي سياسيا أو دبلوماسيا أو في شتى المجالات تحت القيادة الرشيدة لسيدنا الله ينصر. التوجيهات ديالو واضحة، الأثر ديال السياسة اللي كاين جا على المستوى الدولي واضحة. ينبغي كذلك علينا حنايا محامية المحامين المغرب أننا نتجندوا باش ندافع على القضية ديالنا بما لنا من مكنة قانونية، بما لنا من تشبيك دولي بحكم أننا كنتمي للاتحاد الدولي للمحامين، اتحاد المحامين العرب والامتداد الإفريقي للهيئات. المهنة ما هيش سهلة، المهنة موجودة في العالم كله. إذا لنا امتداداتنا المؤسسية، لنا آلياتنا القانونية. اليوم نؤكد على أن دورنا سنمارسه بشكل إلى أن ينقطع النفس. هذه ندوة نظمتها هيئة ديال الرباط للوقوف على الاختلالات والتجاوزات اللي كانت في القرار برغم عدم تأثيره على مفهوم السيادة الوطنية، وما عنده حتى شيء أثر على المملكة المغربية لا من قريب ولا من بعيد. الدول الأوروبية المعنية بالقرار أعربت عن مواقفها بمساندتها لكل أشكال التعاون مع المغرب باعتباره شريك استراتيجي وعنده مرحلة متقدمة. وكذلك مكتب جمعية هيئات المحامين اللي كينضاويو تحت لوائه المحامية والمحامين المغرب كله قرر أن يعقد اجتماعا
طارئا بمدينة العيون بما تحمله من رمزية لتدارس تلك التجاوزات والاختلالات، وكذلك لإبداء الموقف الراسخ والرصين ديال المحاميات والمحامين في المغرب كله. سندافع بالقانون مرتدين البدل ديالنا، وإن اقتضى الأمر نزول البدل ونهزو السلاح وندعو على بلادنا. هذه مسألة لا نقاش فيها.